السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Lies of B أو أكادي B. إن شاء الله لعبة Lies of B بتكون اللعبة الجاية لما نختمها كاملة في القناة. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا Let's get started. Let's go. Can you hear me? هل تسمعني؟ فراشة زرقاء. دمية جيبتو. نحتاج مساعدتك. طبعا في ترجمة عربية بس يعني مو رسمية، انا ان شاء الله بحاول اني اثبتها عشان تصير تختيم اسهل وما احتاج كل شوية اترجم. اوكي جيبتو يقول كانت دورك في كل مكان علي. طبعا Lies of B في رأيي تعتبر أفضل Souls Like Game شو اسمه نزلت، يعني إن لعبة Souls Like مو رسمية من From Software. اسمي صوفيا، تبغاني اروح للفندق. يعني احنا هدفنا الان ان نروح الى الفندق. والان احنا بنختار البيلد حقنا، في ثلاثة، في strength وفي dexterity وفي واحد بينهم، احتمال اخذ اللي بينهم. انا هذا هو Path of Balance Dexterity Strength، احنا بناخذ اللي في النص او اخر هذا. alright خلينا ناخذ اللي في النص او اللي يكون متوازن. اوكي داج يقول لك محطة كرات المركزية. نايس، خلينا نجرب الباري. نايس، الباري سيستم في هاللعبة والله ممتاز مرة. واللعبة جميلة مرة بعد. اوكي هدفنا الحين نطلع من المحطة. نايس، اوكي الحين احنا نحتاج نشوف هذاك ولا تلاحظه، هذا عدو قوي نحتاج ان نغلبه عشان نطلع من المحطة. هذا تعتبر التوتوريال اريا او منطقة التوتوريال في اللعبة. يقول شغلني عشان نشوف الظلمة. اوتش، طبعا تقدر تكسر اسلحتهم. شوف كسر سلاحه، اذا تسوي اليهم ديفلكت او باري ينكسر سلاحه في النهايه. نايس، ها انا طبعا ان شاء الله بلعب لعبة انسايد في نفس الوقت اللي بلعب في Lies of B، وبنزلها في نفس اليوم، يعني بصير انزل مقطعين في اليوم ان شاء الله. والان نقدر يعلمونا كيف نسوي الباك ستاب.
طبعا لايز اوف بي اعلنوا دي ال سي حقها، بس يعني من زمان ما طلع اي خبر زياده عن هالشيء او حتى في تريلر او شيء. قالوا بيسووا دي ال سي حقها ان شاء الله. صراحه انا متحمس الى بسوي دي ال سي. ايه هذا هو عدونا الكبير الحين، بس نحتاج نوصل هناك ونقاتله. نايس. اوكي وصلنا، بس قبل نفتح الشورت كات هذي عشان لو متنا. اوي كم اوفر هير. لو سويت لي بيج يصير لي ستاجر. نايس اعطانا المفتاح. الان نقدر نطلع من محطة القطار ونتوجه الى الفندق. استعملت المفتاح. وهذا عندنا مدينة كوات. ولو نشوف هذا هو الفندق اللي فوقنا بالضبط. نحتاج نوصل له. الحين أتوقع نقدر نسوي upgrade. نقدر نسوي 2 بس. حاليا استامنا ونسوي للكباسيتي عشان نقدر ما يصير وزننا ثقيل. واو ناخذ كل شيء ونستكشف كل شيء ان شاء الله. ما تعود على الباري انا. انا سريع شوي. اوكي هذا الهجوم سريع. هذا بطيء. ابى اكسر سلاح انا. يلا اخر مرة لي. اوكي ما كسرنا سلاحه. مو مشكلة. طبعا اللعبة في نهايتها تصير صعبة، كل باص يصير عنده فيز ثاني. يعني الباص حاجة فيها صعوبة. خلاص. هذه مجلة كرات.
انا بقراها الى ترجم الى العربي حاليا. انجليزي مزعج. اللي اعرفه كأن هذا مسكر. اوكي هذا شورت كات ما نرجع عليه بعدين. وهذا جينا فوق عشان هذا بيطلق علينا بالمسدس من فوق. دقيقة عزيزي. كاني اذكر عدو، مو اذكر، في عدو، في عدو قوي هنا بيطلع. هاري شو اسمه هجوم، اذا صار لونه احمر يعني مسوي هجوم قوي، فلازم اسوي له ديفلكت. اوتش. نايس. هذا هو الهوتيل. اوكي قربنا نوصل للفندق. احتمال اني اموت صراحة، بس ان شاء الله ما اموت. لحظة بس افتح الشورت كات. عشان لو متنا اللحظة بعد ما يحتاج. بس في هنا شو اسمه بون فاير بسميه، يقول انه في دمية قوية مسكر او شو اسمه مسكر المدخل. تعال وين بتروح حبيبي؟ الحين لو مت مشكلة، ما يرجعون من البداية. واحد منكم يجي بس. لا خسرنا واحد جينا هيلينج. واو واو وي نايس. باقي هذا نستكشفه ونقدر نروح نواجه اول باص في اللعبة. له دمية المهرجان، دمية السيركس. هذا هو الدمية اللي بنواجهه. هذه صورته الى السيركس. هذه دمية عشان التدريب. نايس.
إذا تحس الديفلكت عندك مو كويس تدرب على هالدمية. وعندنا هذا هذا هو البياع أو المرشنت يبيع الأسلحة اللي لو شو اسمه اخترت البلد الثاني يعطوني هالأسلحة أقدر أشتريهم. وعندنا هذه الأشياء اللي ترمى قنابل شو اسمه كهربائية ممتازة. وعندنا هذا خلني أشتري واحد أو اثنين عشان نستخدمهم ضد الباص. نشيك من هنا في مجلة أتوقع أذكر يقول لك نقدم لكم البريد ماستر أو بابت. إني أسوي لفلاب اثنين خلينا نسوي لفلاب بعد ما نغلب الباص. يلا ليتس جو نقول بسم الله. اول باص في اللعبه طم. لا استخدم اليد اليسار الحقي بعد لانها مره ممتازه. اوكي المهرجان نايس ها ما اخذت الستاجر لان بد الفيز الثاني حقه. هذا الهجوم لازم اسوي له ديفلكت بمثاله. ها ايزي فيري ايزي. ونسيت استخدم الايزي ما قلت اني بنسى اليمينيتد. نايس وحين نقدر نروح الى الفندق. هذا هو فندق كرات. ممتاز. طبعا انا قاعد العب اللعبة على البي سي بس الجهاز يعني مو قوي فمنزل شو اسمه مواصفات. يقول لك الدوا ما تقدر تدخل الفندق. يقول لك هوتيل كرات اكثر مكان فاخر. يقول لك دلع نفسك يعني. يقول لازم اذكرك بحاجه الفندق ويمنع دخول الدوا. لازم انك تكذب عشان تدخل. تقول انك انسان. تقول انت بدمية شو اسمه سبيشل مو دمية عادية. هذه الأشياء نستخدمها عشان نسوي أبغريد للأسلحة. Here we go.
اثبت هويتك. من هو انت؟ بابت او هيومن؟ طبعا هالشي هذا مهم لقصة اللعبة. كل ما كدبت زيادة كل ما صرت تتجه نحو الانسانية وتصير كأنك انسان اكثر منك دمية. يقول لك العجلات اللي داخل الدمية تتحرك. كده يعتبر خلصنا بداية اللعبة. Lies of B. Okay, had a whole hotel, Hotel Court. وهذه الميدن حقنا اللي زي في دارك سولز صوفيا. I'm so happy to see you. سعيدة لرؤيتك. I am Sophia. صوفيا. I've been waiting for you. انت تدرك. All over the city of Krat to find you must have questions. He was last seen on Elysian. جبته اللي هو صانع الدمى صانعني اللي صنعني. Dangerous for humans. Please find Geppetto on Elysian. اوكي يبغوني احصل جيبيتو. جيبيتو. قبلها خلينا نستخدم هدول عشان شو اسمه نسوي ليفل اب. Look at Gemini. That's proof you're broke. I'm no inventor. Wait, Krat is a lab. Be careful. I'll use my power gel. Okay, واحد fatality. Vigor. Capacity. أعطتنا أول دراع في اللعبة ومن أفضل الأدراع. طبعاً بدينا نسوي للش اسمه الدراع بابت سترينج على قولتهم نقدر نسوي لبلا. You must be so. I know my way. Any of you? I know my way. إذا نسوي لهذا level up بوم. وحين نروح ندور على جيبيتو والدنا أو صانعنا بالش اسمه عشان أكون أدق. إليجين بوليفارد نفس مدخل إليجين بوليفارد له حي إليجين. طبعا هدول بنواجههم بعدين بنواجههم في اللعبة. اوكي الحين استكشف المكان و نحصل جيبيتو. كم يعطوني لو قتلتهم؟ ما اعطاني شيء. أو عطاني 54 ها؟
2 في 1. Elysian Boulevard was a regular rich people row. آه هذا كان مكان للأغنياء. هذا التسوق. But that was long ago. كان قبل من زمن بعيد. أوتش. أوكي. من اللي يبغى نفتحها من الجهة الثانية. Nice. هذا ممتاز. هذا يخلينا أقوى. أو الدفاع حقنا أقوى. زي التالسمان في Elden Ring. أو الخواتم في Dark Souls. نغلب الباص الجاي ونحصل جبهته وكذا نحس عشان الفيديو يصير ممتاز. لا يا حبيبي ما تلعب علي. بس نقتل ابو المسدس. تعال انت تعال. Very very nice. وهذه شورت كات. الحلو في لازم في الشورت كات في كل مكان. كان في ايتم من هذه الجهه. يس جيميني امرجنسي بروتكشن. حمايه جيميني شو اسمه الطارئه. وهذا عدو جديد او عدو قوي. نايس. طبعا الاعداء الاقوياء اللي همهم باسس بس اقوياء بيكونوا كثير في اللعبه. دامج حقك مو طبيعي. وفي شخص بمسدس. وهنا في شورت الثاني بعد سريع. نايس. بس عشان لا نطيح ننزل نفتح الشورت هذا. المفروض اروح شو اسمه استريح في الستار جايزر. بس نكمل. لا مت رجعت مره ثانيه. اللي اذكر ان هذا الحين الجزء الجاي في اعداء كثير ويعتبر شوي صعب. يا غدار خلينا نتعالج عشان لا كل ما قتلناهم يرجع العلاج مره ثانيه عندنا. كان في هنا ان بي سي او ممكن فوق. اوكي ممكن فوق الجهه هذه ممكن في ان بي سي نقدر شو اسمه نتكلم وياه. الحين في عدو فوق يرمي اشياء.
لحظة، زي ما هو يرمي أشياء أنا بعد أقدر أرمي عليه أشياء. عندي هذا بس صدق. ما يحتاج تاع أخسر. نايس. آه يا حمار. اوكي ننتبه لهذا نجري. نايس. فرد علاج. Come over here. Yeah. Stop. طبعا اوكي هذا عدو قوي بس في هنا درج او سلم. اهلا. حمار. انا كنت جيت من هناك في ايتم من هنا يبغون نروح من هنا. هنا في طريق في حفرة. شوف يبغاك تطيح في الحفرة. هين من قاتل هذا الحبيب. ما عندنا اي علاج فاحتمال ان نموت. لا زين كنت سريع وما هجم عليه. لا نايس. اول موته في اللعبه. تعال من هنا بس. لا تطيح لا تطيح بس. أميولت هذه أول أميولت. زي ما قلت الأميولت كان هم نفس التالزمان في ألدن وينج. يقول لك هذا يزيد الصحة. نايس. هذا ستار جايزر. نايس. Why, hello! I know what you're Don't saying. Worry. For your info. Okay, هذا أول سلاح جديد. يقول لك electric coil stick. يعني الآن ما مشتري. السلاح اللي عندي أنا يعني مو سيء. يبغون الحين ننزل تحت. هذا المكان اللي نكمل منه. هذا المكان في كويست بعدين في اللعبة بيجي لنا كويست. طبعا مسوين لي فخ.
هذا هجومه مره قوي. يا حمار قايل انه كان المكان صاير هذا بزياده. اللي بس 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 ارجم الان عندنا اكثر من مكان نقدر نروح حق هذا او هنا. بنروح هنا لان هنا في فراشه. الفراشه هي اللي تعطيك هذا نفس الليزرد والسحليه اللي في دارك سولز تعطيك شو اسمه upgrade material على قولتهم. اوكي نقدر نروح من هنا. اوكي خلينا نروح هنا الحين. بيكون في با او عدو قوي بعد. هادي نفس بلاد بون يعني نفس الام بي سيز حق بلاد بون. تبغاني احصل طفلها. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. اوكي هذا شوي صعب. احتمال اني بموت. اوتش. اوه ماي جاد الدمج حقه. اوكي لازم اتعلم كيف اسوي ديفليكت. نايس. ها 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 كسرت سلاحه. ها نايس عطاني سلاحه حق الشرطه. والله نايس طلعت لعيب مو سيء. اوكي يعني الحين نقدر نفتح الشورت كات. اوكي ممتاز ان هذه الشوركة ترجعنا الى الستار جايزر واللي هو شو اسمه ايش اسمه التاجر. نرتاح هنا ونستكشف الباقي ونروح للباص. وبعد ما نهزم الباص من شو اسمه سنوقف الفيديو هنا. اقدر اسوي ليفل اب انا؟ اقدر اسوي ليفل اب صدق. ما انتظر. بس اتوقع لو غلبت الباص بس اخاف انا اقاتل الباص ويكفخني ويخسرني الاير جول اللي عندي. اثنين في واحد هاي. وهذا اتوقع شورت كت صح؟ اها اوكي. الحين نقدر نسوي اللي هو استكشاف. شوف هنا في فخ. هذا شو اسمه؟ الدمى تنفجر فانها فخاخ للدمى. فخ حقي هنا بعد فيه كان فخ. انا طيحت ضربته ينفجر. بس
نسينا في فخ. اذكرك يا يا خداع. ما تلعب علي. اللي اذكره من حصل له NPC ثاني في تحت هنا. نايس. اوكي عندنا عدو قوي. ابغى اجي هنا عشان اضرب هذا. ايوه يصير في دامج. خليني اضربك يا حبيبي. لا sit down, sit down. نايس. هذا هو الانبيشي الثاني. من هو مورفي يا ترى؟ مورفي is a super cool police officer. يقول لك مورفي رجل شرطة. As a puppet, even the petrification disease. I wish I was like him. الآن في مرض منتشر في مدينة كروس اسمه petrification disease. الناس معتدين منه. يقول لك إن مورفي رجل شرطة بس لأن دمية المرض ما يصيبه. Workshop Union Stand. Okay, هذا لا هنا هذا يزيد الدفاع بعد. If only we could play Murphy. والآن نقدر نروح حق الباص. بس قبلها برجع ممكن أسوي level up وأقعد في الستارجيزر عشان اللي هو الفلاسك يرجع يتعبه. طبعا هذا يعتبر الباص الجاي مو باص NPC باص يعني بشر. وحين جاء وقت مواجهة الباص. يقول لك برج الكيميائيين. يقول لك مكتوب all puppets will be destroyed. You've got a lot to answer for. You know what caused the puppet frenzy, don't you? الحمار الغاضب. You and the alchemist scheming together. What's your problem? Wait. I know you. Or more like I know what you are. يقول أعرف إنك ما أنت بشر. The devil's puppet. أنت دمية الشيطان لو جبته. اوكي الحبيب عنده بويز لا نهائي. Next up, a foot. Cursed puppet, back again. Yeah.
هذا أول موتة أو ثاني موتة مكسر. يبغى لي هدي وأسوي لي ديفلكت. وهو عنده بويز مرة ما أقدر أسوي لي ستاجر وتهجم علي وش اسمه ما تخليه يهجم. يبغى لي أستخدم الأرم حقي بقى عشان أسحبه. جبا أو سبابة كمو في هيا يلا انا باك اكسر سلاحه خلاص خلاص ايزي يقول انا ابحث عن الحقيقه وهذا هو جيبتو ولا لعبوا ألدن رينج يلاحظوا صوته يشبه صوت من الحين لاحظوا الحمد لله جبأو finally صوته we meet son it's a dream come true حلم صار حقيقة like this I understand why invented the puppets هو اللي صنع الدمى البابتس I should take responsibility تحمل مسؤولية كاملة but in order for me to do that I need to take care of the puppets at City Hall موقع أو مركز المدينة Son. Alright, أتوقع هذا نقطة ممتازة إني أوقف اللعبة فيها وإن شاء الله نكمل في الفيديو الجاي. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.